إنه مكب حبلين للنفايات، لا بل هو سد حبلين. هكذا بدا المشهد بسبب انسداد مجرى النهر بالردميات والنفايات، مما أدى بسبب الأمطار الغزيرة إلى احتقان المياه وتشكل بحيرة ضخمة. القصة بدأت مع انطلاق تأهيل المكب منذ 7 أيام من قبل شركة جديدة حلت مكان القديمة بعد زحل النفايات إلى النهر منذ شهر، وإنجاز الأعمال كان في حاجة إلى 3 أسابيع، لكن الطقس العاصف جاء ليقلب الموازين فحصلت الكارثة. كان بعد ناقصنا يومين نفتح المجرى كليا، شئت الظروف طبيعية أنه إجت شتي بشكل كتير كتير كبير. كاميرا الام تي في حاولت الاقتراب قدر المستطاع من مكان الانهيارات، وبعد جهد جهيد وصلنا إلى تخوم البحيرة السد. المشهد هنا من تحت بين أكوام النفايات مغاير للمشهد من فوق، فمن هنا يمكن الشعور بحجم ما يحصل بعد أن بلغ منسوب المياه 3 أمتار ليصل إلى مستوى الطابق الأول من معمل فرز النفايات. المياه اجتاحت معمل الفرز والآلات الموجودة فيه، وهذه الصور تظهر عمق البحيرة في وقت تمكنت الشركة الملتزمة بصعوبة من تنفيس المياه. اللي قدرنا نعمله أنه فتحنا مجرى النهر بشكل خفيف منشان ما يسبب ضرر على المناطق السفلية. إذا بنفتح هلأ المجرى بالشكل الكبير نزل مكانات، ممكن نعمل فلو مي كتير كبير صوب الساحل، ونحن هون عم نراقب الوضع حتى نضل المي تضل تحت السيطرة ما تفلت. اتحاد بلديات جبيل في حال تأهب، وقد أجرى رئيس الاتحاد وقائم مقام جبيل اتصالات مع وزير الأشغال والمدير العام للدفاع المدني طلبا للمساعدة. الشركة الملتزمة عم تقوم بشغلة خير قيام، طلبنا منها بس نحن انه تحط موتورات كهرباء تتخفف من غزارة الماء اللي عم تنزل بمجرى النهر، كما وأنه طلبنا من البلديات يلي هن ضمن نطاقهم بيوقع مجرى النهر يلي هي بلدية جبيل وبلدية عمشيت وبلدية قدة، أنه ما يتركوا أي عوائق أو ردميات بمجرى النهر قد تعيق جري المياه. إذن المياه حتى الآن تحت السيطرة، فهل تقلب الأمطار القوية المعادلة من جديد؟